السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي تعبت إله جوالة 31 عام من مدينة آسفي. مهم أخوتي عشان نقول لكم أنا مريض مدة دابا 4 سنين تقريبا، 3 سنين و 11 شهر من شهر جوج في 2020. مشيت عند الطب مخليت في مشيت وباقي مريض أخوتي. السبب ديالي النهار الأول في هذا المرض هذا هو كنت عادي، هو هذاك كنت خدام أنا بحالي بحال الشباب، راني قاري عندي نيفو باك الحمد لله حامل كتاب الله. كنت خدام في والماس في طارميلاتنا وحيد فاس، وخدمت في الداخل وخدمت في كازا ما خليت فيه، خدمت في شويريكات دول شودروني أنا سودور معلم صافي. تجيت لهنايا في 2020 في شهر جوج نهار 12 شهر جوج طاحت لي صحتي صافي غادي عادي، ما هز لا تقول لا حتى شي حاجة. جاتني شي اخبار ماشي حتى ليها طحت نط، لقيت نصي ما كنحش بيه. مشيت عند الطبيب قال لي راه عندك تروالي ديسك خارجين، شادين لك الاعصاب ديال لاكوش ديال الرجل اليسريه، وشادين لك قال لي ولا شاده غادي لك تاع العرق ديال الجهاز التناسلي، البلاصه ديال الجهاز التناسلي. واخوتي انا ما عندي لا اب لا ام لا اخ لا اخت، عندي الله عز وجل بوحده واللي كاين فقط. الله يجازيكم بالخير، وقفوا معايا، انا ما بغيت لا فلوس لا حتى شي حاجه. هاد السكنات اللي كتشوفوا فيها اخوتي، هاد السكنات اللي ساكنين الناس لوجه الله، عام ديال اللي هي من دابا ما كلتي ما كناكل ما كنشرب، قسما بالله الا من البارح ما واكل وما شارب وما كتهمنيش هاد الشيء. انا كنقول الحاله ديالي انا وصلت لواحد المرحله ما بقيتش كنبكي حتى البكا، تغمقت صدري تزنات عليا، كنت مريض غير مرض الظهر. وليت دابا تبع النفسيه كتشوف بوحدك في كراج، وبقات لك شهرين ولا 3 شهور غتسالي وقليل الصحه وما عندك ما تاكل وما تشرب، وهذا راه خرج العقل هو هذا التشرد، هو هذا غتشرد صافي وما كاينش اللي غيعقل عليك. الله يجازيكم بالخير اخوتي المحسنين ولا المسؤولين تو اسفي ولا اي واحد دخلت عليكم بوجه الله عز وجل. لله ماشي ليا انا، موقفوا معايا ولا بخير. الدنيا عند شي طبيب يدوز ليا شخص الحاله ديالي نتوما، ما تعطونيش 4 دريال ما بيتش ريال، انا بيت نولي هو هذاك. وقفوا معايا عند الطبيب ودوني شخصوا لي الحاله ديالي، عندي شي مشكل حيدوا ليا، ما عنديش نتوما راكم غتشوفوا كل شيء. حتى السكنه ديالي وما كلتي الاولاد عندي صحتي، راه غنمشي ندبر على راسي كما كنت شحال من عام هادي، انا راه من صغري لا اب لا ام، كابر سليب الطير الحمد لله. كانت عندي غصنه يعطي راه كنت خدام بها، النهار اللي طاحت الصحه حنا ولينا كنطلبوا، عمرني طلبت شي واحد في حياتي 31 عام في عمري عمرني طلبت جاتني قله الصحه من 27 عام اخوتي وانا مريض، ودابا 31 عام 4 سنين ما عرفتاش كي دازت، وما دوزتش فيها لا اعياد لا رمضانات لا حتى حاجه. وتقول اللحم واكلوا شي 5 المرات في هاد 4 سنين ولا 6، والاساس ديالي هو صحيحتي، اعر الله ما وقفوا معايا، اساس ما بيت وتقول بيت صحيحتي، بيت صحيحه ديالي قبل شهر واحد نتعالج، قبل شهر واحد حتى بقى لي شهرين، نهار واحد شهر واحد نخرج. بيت شي محسن يوقف معايا قبل من هادي، نولي بخير شويه وخا نوقف على الاقل ومشي هذيك الساعه ندبر على راسي. ومتى السكنه راه الله راه كيشوف، والله يرحم ليكم والديكم وصافي، وسمحوا لي بزاف. دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.